المخابرات الإيرانية توعدت العراق بعد رصدها لتحركات غربية جاءت في داخل إقليم كردستان، وهذه جاءت التفاصيل كاملة بشكل واضح وبشكل علني من قبل وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب الذي كان في لقاء مع وكالة إيرنا الإيرانية يوم أمس. وفي هذا المقطع الأخير من هذه المقابلة باللغة الفارسية تحدث عن هذه التفاصيل التي جرت والتي لاحظتها المخابرات الإيرانية، فتحدث وقال بأن هنالك مقارا في إقليم كردستان، مقارا للأطراف الإيرانية الكردية المعارضة يتواجد فيها أمريكيون، في إشارة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تساند هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة من أجل دعم ومن أجل تسريب الأسلحة أو حتى العناصر لتأجيج الوضع الموجود في الداخل الإيراني من التظاهرات الكبيرة التي نراها بشكل يومي، وهذه التظاهرات لا تعرف طريقا للتوقف. ولكن أهم معلومة ذكرها وزير المخابرات الإيراني، قال بأن هنالك رجال دولة ألمان زاروا إقليم كردستان وقاموا بمقابلة هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في الإقليم، وقاموا بتوجيه وعود وتعيينات لهذه الأطراف، وبأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، سنرد على هذه القضية وعلى هذه التحركات الغربية التي جاءت، وتحديدا من هؤلاء الألمان الذي جاءوا في الفترة الأخيرة بحسب ما تحدث عنه وزير المخابرات الإيراني، وذكر الآتي بالنص: في الآونة الأخيرة التقى رجال دولة ألمان مع هؤلاء الانفصاليين المسلحين والإرهابيين خلال رحلتهم إلى إقليم كردستان، وقدموا وعودا وتعيينات، وهذا بالتأكيد لن يمر دون إجابة. لذلك من المناسب جدا والمتوقع والطبيعي أن نشهد نتائجه. من هؤلاء رجال الدولة الألمان؟ من هذه الوفود الألمانية التي يتحدث عنها إسماعيل خطيب وزير المخابرات الإيراني؟ إذا ما عدنا إلى 3 أيام الماضية فسنلاحظ أن القنصلية الألمانية في أربيل كانت قد تحدثت عن وفد ألماني جاء إلى إقليم كردستان وتحديدا إلى محافظة دهوك، ويترأس هذا الوفد هذا الرجل وهو مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية، وهو توبياس تونكل. الرجل ظهر بشكل واضح ورسمي وعلني بهذا الشكل وهو يزور عدد من المخيمات مثل مخيم إيسيان في محافظة دهوك، عدد من اللاجئين زارهم بهذه الطريقة، نشرتها أيضا القنصلية الألمانية الموجودة في إقليم كردستان وتحديدا في أربيل. بالإضافة إلى ذلك أنه التقى بالسيد نيجير فان بارزاني رئيس إقليم كردستان، وكان هنالك بيانا من هذا اللقاء وجزء من هذا البيان الذي ذكر بأنهم ناقشوا قضية الأوضاع الأمنية الموجودة في إقليم كردستان، بالإضافة إلى ذلك بأنهم أيضا ناقشوا مسألة النازحين وغيرها وتعاون بين ألمانيا وبين إقليم كردستان. بالإضافة إلى ذلك أن في 25 أكتوبر الماضي كان هنالك وفدا ألمانيا آخرا، هذا الوفد الألماني كان هو من لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، جاءوا بهذا الشكل وأيضا التقوا برئيس إقليم كردستان نيجير فان بارزاني. وواضح تماما أن وزير المخابرات الإيراني يشير إلى هذين الوفدين اللذين طبعا جاء إلى إقليم كردستان وقاموا بهذه اللقاءات، وبأنهم يريدون الرد هذه المرة. كيف سيكون الرد في ظل تهديدات كثيرة تأتي لإقليم كردستان؟ لا نكاد نمر يومين أو 3 أيام حتى نرى تهديدات متكررة متتالية متتابعة على إقليم كردستان. لا زالت الأوساط الغربية ترى بأن هذه التهديدات هي تأتي من أجل توجيه الأنظار وتوجيه التركيز عن التظاهرات الكبيرة الجارية في الداخل الإيراني. هذه التظاهرات دخلت مراحلا خطيرة للغاية حتى على وضع النظام الإيراني، ودليل على هذا الأمر هو ما نشرته إيران انترناشنال من مصادر غربية تحصلت عليها عن أن سيناريو سقوط النظام بسبب هذه التظاهرات وضعته في الحسبان القوات أو الأنظمة أو النظام الإيراني الموجود في إيران، وذلك من خلال هذا التفصيل الذي ترونه أمامكم. تحدثوا بشكل واضح بأن كان هنالك 4 مسؤولين إيرانيين توجهوا إلى فنزويلا ووضعوا في حساباتهم سيناريو سقوط النظام بسبب هذه التظاهرات كما تحدثنا،
وبدأوا يهيئون لمسألة لجوء المسؤولين الإيرانيين مع عوائلهم إلى فنزويلا، وبالتالي هم بدأوا يهيئون الأرضية لهذا السيناريو بشكل حقيقي، وهذا ما يفسر كثيرا لماذا هنالك تهديدات على إقليم كردستان كما تتحدث العديد من المصادر الغربية، خاصة وأن إيران بدأت نوعا ما تنسحب من الجبهة الروسية الأوكرانية، وهذا أصبح واضحا من خلال تقرير صدر من قبل The Guardian البريطانية. من معلومات استخبارية جاءت من قبل أوكرانيا تحدثت بأن الصواريخ البالستية الإيرانية التي كان من المفترض أن نراها الشهر الماضي ترسلها إيران لروسيا من أجل أن تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني، إيران لم ترسل ولا صاروخا واحدا لروسيا من أجل استخدامها في هذه المعركة، بسبب أن كان هنالك ضغوطا كبيرة ليست فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وإنما من العديد والعديد من الدول منها الأوروبية، وبالتالي إيران تعرضت لضغط كبير وأوقفت إرسال هذه الصواريخ، ولكن لا زال النقاش موجودا بحسب التفاصيل التي ذكرت في The Guardian، بل إن جون كيربي وهو المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الرجل أيضا تحدث كما تلاحظون يوم أمس وقال لم نلاحظ أي إرسال لأي صاروخ بالستي من قبل إيران مباشرة لروسيا من أجل استخدامها في هذه الحرب. بل بالإضافة إلى ذلك أن كان هنالك تفصيلا مثيرا من قبل الواشنطن بوست وضحت بأن روسيا توجهت الآن لإيران لطلب المزيد من الطائرات المسيرة من شاهد 136 لاستخدامها في الحرب الأوكرانية بسبب نفاذ هذه الطائرات المسيرة، وهذا يوضح بأن إيران أيضا لم ترسل ولم تعزز روسيا بالطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في هذه الفترة وتحتاجها كثيرا في فترة الشتاء، لأنها تضرب البنى التحتية، تريد ضرب البنى التحتية للكهرباء للمياه وغيرها من أجل إخضاع وتركيع أوكرانيا، وبالتالي روسيا تقدمت بطلب الآن لإيران للحصول على هذه الطائرات بحسب هذه التفاصيل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب بقلق ما ممكن أن يكون قادما من إيران. بشكل عام واضح بأن إيران منسحبة تماما من هذا المشهد، وهذا ما قد يفسر لماذا نرى تهديدات متكررة يوما بعد يوم تجاه إقليم كردستان، والأمر هذا والتهديدات تجاه إقليم كردستان منتبهة تماما له الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الكونغرس الأمريكي، فهنالك نقاشات حادة وكبيرة وجادة فيما يجري في العراق وفيما يجري في إقليم كردستان بدأت تظهر في داخل أروقة الكونغرس الأمريكي كما تلاحظون بهذا الشكل، وكانت هنالك 748 صفحة بتقييم كبير لما يجري على المستوى الأمني في العراق وفي السعودية وفي ليبيا، لأنهم يقيمون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي ترسلها للدول التي ذكرتها لكم الآن. وفيما يتعلق في العراق كانت هنالك تفاصيل كثيرة ذكرت في هذا الصدد الكونغرس الأمريكي الآن رسميا فيما يتعلق بإقليم كردستان تحديدا، قاموا بالطلب من وزارة الدفاع الأمريكية بأن عليك يا وزارة الدفاع أن تبيني لنا مدى خطورة الهجمات الإيرانية التي تأتي على أقليم كردستان تحديدا على الأفراد الأمريكيين والجنود الأمريكيين وجنود التحالف الدولي، وأيضا مدى خطر هذه الهجمات التي تأتي بالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية أيضا على حكومة أقليم كردستان ووضع حكومة أقليم كردستان، وما هو أيضا وضع المنظومات الدفاعية الموجودة في أقليم كردستان من أجل التصدي لهذه الهجمات المستمرة الإيرانية والمتوقع أن تعود مرة أخرى في ظل هذه التهديدات المستمرة، لكي نستطيع من عملية تطوير هذه المنظومات الدفاعية وأن نتصدى لهذه الهجمات، هنالك مصالح يجب أن نهتم بها. وبالتالي هم طلبوا تقييما كاملا من وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الصدد، بل ما هو أكثر إثارة قاموا بطلب أيضا آخر بتقرير طلبوه من وزارة الدفاع الأمريكية عن ما يجري مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا، ومدى ترابط هذه الأطراف الآن مع إيران، هل هي مستقلة، هل هي أكثر انتماء وارتباطا الآن مع إيران، هل استقلت مثلا وكانت هذه فترة سابقة ماضية والآن أصبحت مستقلة وفي القوات الأمنية وغيرها، هم ينظرون لهذه المسائل أيضا، بل أيضا بشكل مثير للغاية الحديث كان حاضرا بحسب هذا التقرير وهذا التقييم الذي توضح يوم أمس
الأمس بأنهم بدأوا يناقشون الـ AUMF Authorization for Use of Military Force لعام 2002، التخويل والتفويض لاستخدام القوة في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي استخدمه طبعا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في غزو العراق، واستخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد. هذا القرار رغم أنه تم التصويت عليه في مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على إلغائه، وصل للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ووافقوا أيضا على إلغائه، وصل لمجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن بحسب هذه التقييمات من وزارة الدفاع الأمريكية وتحديدا من الكونغرس وطلب لوزارة الدفاع الأمريكية، قالوا لا إلغاء لهذا القرار ويجب أن يبقى هذا القرار كمطرقة وكسلاح بيد الرئيس الأمريكي في ظل هذه التهديدات التي نراها على داخل العراقي. بالإضافة إلى ذلك أنهم طلبوا طلبا مهما من وزارة الدفاع الأمريكية، وقالوا بأن ليس هنالك أي نظرة استراتيجية أو تقييما استراتيجيا تسلمناه من وزارة الدفاع الأمريكية في التعاون الأمني مع العراق تحديدا، واستغربوا وأبدوا قلقهم من هذه المسألة، هل الجانب العراقي ليس متعاونا أم ماذا؟ وهذا ما يفسر تماما طبيعة البجت أو الميزانية القادمة من وزارة الدفاع الأمريكية تحديدا عندما نتحدث عن العراق. واضح جدا بأنهم قاموا بصرف لعام 2023 322 مليون دولار، قد يبدو هذا المبلغ كبيرا للغاية، ولكن مقارنة بالميزانية السابقة فإن هنالك نقصا بقيمة 32.8 مليون دولار، وهذا المبلغ في العادة كما تلاحظون هو يقدم من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومن أجل تقوية القوات الأمنية العراقية، يذهب الكثير منها كرواتب لعناصر البيشمركة، كذلك في إقليم كردستان الكثير من التعاون. ولكن يجب أن لا ننسى أن تخفيض هذا المبلغ لا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التعاون، فإن النص المرتبط تماما بمسألة التقييمات وتقييمات المنظومات الدفاعية في إقليم كردستان يوضح بأن هنالك فلكسيبيليتي، هنالك مرونة لدى الأمريكيين في مسألة تعزيز النفوذ الذي نتحدث عنه، وأقصد هنا تعزيز المنظومات الدفاعية، بالتأكيد هي تحتاج إلى الأموال، وهذا قد يعني مزيدا من الأموال على المبلغ الذي رأيناه الآن. وأيضا في نفس الوقت لا ننسى الـ AUMF التفويض الذي واضح جدا بأن الكونغرس وقف ضده الآن، وبأنهم لا يريدون إلغائه، وأن الـ AUMF في حالة اضطر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدامه فهذه أيضا تكلفة أخرى بكل تأكيد، تفاصيل خطيرة، تهديدات كبيرة.